السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. اللي مثل يقول لك اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، وفعلا الإنسان ما يدري القدر وش مخبي له. اللهم سبحانه وتعالى يخبينا الخير إن شاء الله، ويجعل أقدارنا كلها خير لنا ولكم الجميع المسلمين. موضوعنا اليوم شاب سايق تاكسي يعمل على سيارة إجرة، وتخبر السيارة سايق الإجرة هذا هو بالشوارع يلولي من راكب الراكب، ولازم يغفل الإنسان. وبلحظة غفلة هذا رأى الشاب عبر من قدامه الطفل، عبر الشارع ودعم هذا الطفل ونزل يركض على الطفل، وللطفل يعني شبه متوفي، يعني قاعد يقولون يطالع بالروح. يوم التفت ولا ناس جايين يركضون، توقعوا ان ذول الناس قرايب الطفل او معارفه ابن بحاره، وبالفعل ترك الطفل وقام يركض هو. اللي يامد وصل اول باب بيت، دق الباب، فتح له الباب رجل، قال يا عمي انا داخل على الله ثم عليك، انا دخيل البيت. قال ابشر يا ولدي وصلت. قال يا عمي انا دعمت لي طفل بالشارع، واتوقع ان الطفل توفى وقرايب الطفل يركضون وراي. قال فت وصلت، والله ما يصير عليك الا كل خير. وصلوا الفزيع ولا معاهم اثنين من عيال الرجل هذا، شباب من عيال الرجل راعي البيت. قالوا له يبا هذا الرجل اللي دخلته دعم اخونا الصغير وتوفى. قال الله يرحمه، الله يرحمه، قضاء وقدر، الله كتب هالشيء. روحوا جيبوا الولد وودوه على مستشفى، سووا له شهادة وفاة وروحوا دفنوا. هذا اللي دخلته قال ما لكم شغل، أنا على أبو، وأنا اللي أكلمكم أبوكم وأقول لكم ما لكم شغل بالرجل، الرجل دخيل البيت والله ما يصير عليه شيء. وبالفعل رجعوا العيال واللي معاهم وراحوا للولد وخذوه على المستشفى، سووا له شهادة وفاة ودفنوه. بعد ما بعدوا العيال قال يا وليدي روح توكل على الله، يلا هذا رقم جوالي، إذا أي حد يكلمك بالموضوع اتصلي، وأنا مسامحك دنيا وآخرة. شوف العفو عند المقدرة، شوف حكمة هذا الرجل، شوف كرم هذا الرجل، شوف شيمة هذا الرجل. يا ليت نتحلى بهذه الصفات كلنا. اللي يعفو عند المقدرة من خير الرجال، اللي يعفو عند المقدرة من قمة الإيمان، اللي يعفو عند المقدرة من قمة الكرم. من يقدر على هذا الموضوع؟ قليلين. اللي يعفون عند المقدرة قليلين جدا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون أنا وإياكم منهم، وأن يقدرنا على كل خير، وأن نعفو عند كل مقدرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.